طيب دلوقتي يا جماعه في بريمن في البرجر بارك, وانا مش مصدق الجمال اللي انا فيه الصراحه. يعني بص المنظر اللي انا عاوز اقوله هي حاجه للناس اللي في ثانويه عامه دلوقتي وخلاص داخله كليات بوش كده. بليز يا جماعه ما تسمعوش راي اهاليكوا, ما تسمعوش راي اصحابكم, ما تسمعوش راي اخواتكم اللي اكبر منكم ولا زمايلكم اللي سبقوكوا في الدراسه ولا ولا في اختيار الكليه. ما تسمعوش راي حتى الناس اللي بتشتغل دلوقتي ويقول لك انا عندي اكسبيرينس في الجوب ماركت وعارف الجوب الماركت محتاج ايه. لانه ماشي الماركت محتاج مهندسين وانت طلعت مهندس بس انت مش حابب اللي بتعمله, هتبقى حمار. وحتى لو انت هتبقى شاطر هتبقى مضروب على دماغك كل يوم علشان تروح تعمل الشغل ومش هتبقى كويس فيه قوي. انا دخلت كليه هندسه علشان اتاثر عليا من العيله ومن الناس اللي حواليا ومن نورمز المجتمع انه الواحد لما بيبقى جايب مجموع عالي في علم رياضه طبيعي ان هو يخش هندسه, علشان انت كمان بتحب الماث فلازم تخش هندسه. الكلام ده هقص كله والكلام ده كله هري والكلام ده ما طلعش صح بعد اول ترم عرفته, وكنت تعيس جدا في دراسه الكليه. وبعدين بعد كده اللي عملته انه قررت انه مش هشتغل مهندس. طب اعمل ايه؟ افرق بقى في اي حاجه, student activities, student jobs, summer trainings, حاجات كلها ملهاش علاقه بهندسه عشان اقطع على نفسي سكه اني ابقى مهندس. لانه ايفن وانا جوه الكليه لما كنت بقول لحد انا عايز اطلع كذا which is marketing and management يعني, كانوا بيقولوا لي معلش ما انت اشتغل الاول مهندس سنتين ثلاثه وبعدين بعد كده هتقدر تشيفت جوه الشركه. الكلام ده هكس برضه يا جماعه, بيحصل في نسب قليله جدا من الناس. ناس كتير قوي اعرفها مشيوا في السكه دي وبيحاولوا يغيروا دلوقتي وما هماش عارفين ان هما ده يستك. ولو حد هيشتغل ولو يعني حابب يغير ويشتغل ماركتنج ولا اتش ار ولا 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 اي فيلد تاني لازم هيعيد من اول السطر, لانه هيتعامل اكنه فريش جراد ببساطه عشان هو ما عندوش اي اكسبيرينس في الموضوع ده. فبليز خشوا اللي انتوا عاوزين تعملوه واللي انتوا حابينه, حتى لو انك تطلع رايتر ولا تطلع سونج رايتر ولا تطلع ميوزيشن ولا اي حاجه اهلك والمجتمع قد يكونوا شايفين انها ما تاكلش عيش وما لهاش لازمه. بليز اجين I cannot stress enough on this, بليز اعملوا اللي انتوا عاوزينه وخشوا اللي انتوا عاوزينه, حتى لو اهلكوا وقفوا قصادكم وحتى لو قالوا لكم مش هنصرف عليكم وحتى لو قالوا لكم انتوا لوحدكم و و و. في الاخر اللي بيشيل الخرا انت مش اهلك ولا اصحابك ولا الناس اللي بتنصحك ولا امك الحشمه اللي قاعد حاط رجل على رجل بيقول لك اصل الجوب ماركت محتاج كذا. انت اللي هتشيل الخرا. ولو حد اكبر منك زن عليك وقال لك ما هو عشان تبقى سعيد لازم تتعب في الاول 5-10 سنين, اساله بس قول طب وانت دلوقتي سعيد بعد ما تعبت الاول 5-10 سنين؟ لو تنح في الكلام لمده 10 ثواني اعرف ان هو مش سعيد واي حاجه هيقولها بعد كده تحويره. والكلام ده عن اكسبيرينس صدقوني يا جماعه. تاني حاجة واطف ان انت بتخلص ومش عارف انت عاوز تعمل ايه. عادي يعني انت واحد عنده 16-17 سنة اكيد اكيد مش معقول هيبقى خلاص قررت هتعمل ايه في بقية حياتك ورسمت بقية مستقبلك. والله في ناس بتبقى محظوظة وبتعرف الكلام ده بدري, وفي ناس تانية لا بتحتاج شوية وقت. الواحد بيوصل يبقى عنده 30-40 سنة برا مصر يمكن مش جوه مصر وبتسأله ها هتعمل ايه في حياتك, لك مش عارف I think I need a change, I think I will decide what I will do with the rest of my life, I'm still young. الكلمة دي قالتها لي واحدة كانت بشتغل معاها بسيب الشغل ولا هتعملي ايه انت مش عارفة. I will just see what I will do لانه I still have time, I'm just only 40. متخيلين؟ ممكن تاخد سنة تدخل في تشتغل فيها في اي جوبز عشان تبقى بتعمل فلوس وهلك مش ان انت يعني ضيعت وقتك, او انك تسافر لو انت اهلك الموضوع متاح بالنسبه لهم وبالنسبه لك انك جست سافر سنه لف في اي حته اشتغل في اي حته ادرس في اي حته حاجه جينيريك لغايه ما تعرف حد انت عاوز تعمل ايه. لو الموضوع مش متاح خالص خش الكليه اللي قدامك, بس بليز سيب باب مفتوح. في صديقه عزيزه كانت قالت لي اهم حاجه ان اللي انت بتعمله دايما دايما لو انت مش مقتنع بيه قوي قوي, وحتى لو مقتنع بيه يبقى عندك اكزيت بلان علشان يوم ما تحب انك خلاص انا مش قادر اكمل في الموضوع ده, انا مش قادر اكمل في العيشه دي, مش قادر اكمل في الباث ده, تعرف على طول تدوس على الزرار وتطلع حتى لو الطلعه صعبه بس هتعرف تطلع. يعني اجانا I cannot stress enough انه بليز يا جماعه اعمل اللي انتوا عاوزينه, عشان انت في الاخر لما يبقى عندك 40 سنه ولا 35 سنه وشخص تعيس مش هتقدر تلوم اهلك ولا تقدر تلوم اصحابك ولا المجتمع ولا تنسيقك ولا ولا, مش هتلوم الا نفسك, او مش هيبقى عندك حتى طاقه تلوم وهتبقى مجرد زومبي اخر بيصحى الصبح يلبس هدومه ويروح الشغل يخلص الكام تاسك اللي وراه عشان يروح عشان اخر الشهر ينزل له باي تشيك وخلاص. بس العيشه المفروض ما تبقاش كده. انا كنت فاكر وانا في مصر ان العيشه كده وكنت همشي في الباث ده, بس الحمد لله ربنا وفقني وحطني في سكه اني قابلت ناس في مصر وبره مصر قالوا لي لا مش كده, غيروا دماغي وروني حاجات يمكن انا ما كنتش شايفها.
طلبه الثانويه عامه يعني ربنا معاكم في الامتحانات والكقل اللي انتم بتشوفوه ده والتسريب والقرف، بس غير كده اختاروا صح يعني، ولو اخترتوا غلط من الاول اتس اوكي ممكن تغيروا، وانا اكبر مثال اهو انه بعد 5 سنين جيت فوقته وغيرت قشطه يعني. بس ريممبر انه انت في الاخر اللي مسؤول عن نفسك مش اهلك، ومش هتقدر تلوم حد غير نفسك لو انت عملت قرار غلط خلاك تعيس بقيه حياتك وخلاك مش قادر تفرك وتطلع منه. يعني الحياه مش مجرد شغل ومش مجرد كارير بيجيب فلوس، الحياه انك تبقى مبسوط وسعيد كل يوم باللي انت بتعمله. بس ربنا معاكوا بقى.